بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعبد الله وعلى آله وصحبه والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع سلسلة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب شرعي وحياة للأفراد وللأمم. عنوان هذه الحلقة نوع الطاعة التي أمر المسلمون بها تجاه نبيهم عليه الصلاة والسلام. الله أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعته، ولكن الطاعة ليست هكذا مجردة دون أن تكون فيها شروط. لم يأمر الإسلام المسلمين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مجردة مثل طاعة المرؤوس لرئيسه الذي قد يطيعه وهو يكرهه، قد يطيعه وهو يهينه في غيابه ويتكلم فيه بسوء، أو يطيعه وهو يكره أوامره. وإنما أمر الإسلام بالطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة له المقترنة بالحب له والتعظيم له والنصرة للرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم له والاستسلام له وعدم وجود الحرج في النفس تجاه أوامره. هذه الطاعة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أدينا هذه الطاعة بهذه الشروط أم لا؟ سنفصل في ذلك في حلقة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.